كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ اليوم مستعينين الله تعالى بتفسير سورة آل عمران، وهي سورة مدنية وآياتها 200 آية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وعمران هو والد سيدتنا مريم عليها السلام، وعليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم كما ترون سورة كاملة عنوانها آل عمران، وليس في القرآن الكريم سورة عنوانها آل محمد، ولكن في القرآن الكريم سورة لآل وعائلة سيدنا عيسى عليه السلام وعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الإسلام يا أخوان يحترم كل ديانات السماء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا يكمل بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أحاديث يقول: نحن الأنبياء أبناء علات. أبناء العلات هم الإخوة لأب، ديننا واحد وشرائعنا شتى. دين الأنبياء كلهم لا إله إلا الله، دين الأنبياء كلهم الإيمان باليوم الآخر، دين الأنبياء كلهم تعظيم أوامر الله عز وجل، لكن شرائعهم مختلفة شتى تتوافق مع الأماكن والأزمنة والأقوام التي جاءوا إليها. حتى إذا جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصارت البشرية مؤهلة لأن يكون الخطاب الأخير نازلا عليها ومستوعبا لكل أزمنتها وأمكنتها، جاء الدين الخاتم الذي هو دين الإسلام، وإن الدين عند الله الإسلام. فالقرآن الكريم يتحدث عن أسرة سيدنا عيسى عليه السلام، وفي القرآن الكريم إن الله اصطفى أسرة آل عمران، اصطفاها على العالمين كما اصطفى آدم ونوحا. فالإسلام يكرم عائلة سيدنا عيسى عليه السلام، ويرتفع بسيدنا عيسى إلى الحد الذي رفعه الله تعالى إليه، وهو أنه نبي الله تعالى، وهو أنه كلمة الله تعالى، وهو أنه يفعل معجزات بأمر الله تعالى. فهذه فائدة أولى في عنوان السورة آل عمران. ثم فائدة ثانية، القرآن الكريم لما يتكلم عن عائلة سيدنا عيسى الذي هو سيدنا عمران وزوجته، ثم السيدة مريم، ثم سيدنا زكريا خالة لسيدنا مريم، ثم سيدنا عيسى، بيتكلم عن عائلة صالحة. في إشارة واضحة لكم أيها المسلمون أن اعتنوا بأسركم. سيدنا أبو بكر الصديق استطاع بعد إيمانه وبصدق إيمانه أن يحول زوجته إلى إنسانة مؤمنة، أن يحول أباه إلى إنسان مؤمن، وبناته إلى مؤمنات، وأولاده إلى مؤمنين، فصارت عائلة أبو بكر كل عائلة إيمان. عائلة عمر بن الخطاب صارت عائلة إيمان، عنده بنته حفصة صارت أم المؤمنين، عنده سيدنا عبد الله بن عمر أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته سيدنا عثمان، سيدنا علي، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم أسرهم كلها صارت أسر صالحة. هلأ في بعض الصحابة دعوا أهليهم، دعوا أرحامهم، لكن ما استجابوا لهم، لكن السمة العامة بأن الصحابة حولوا أسرهم إلى بيوت مؤمنة. أنت لما بتجي على الجامع أول ما بتأتي تأتي وحدك،
ربما يكون أهلك بعيدين عن الالتزام، المطلوب منك أن يتحول أهلك إلى الالتزام. وأهلك مسؤوليتك، أبوك وأمك وأخوك وأختك وعمك وخالك وجدك وجدتك، أنت مسؤول عنهم. كيف؟ بدهم يشوفوا أول شيء بالإحسان إليهم، ثاني شيء بدهم يشوفوك أنك مختلف، أنت تغيرت. أنت قبل ما تجي على الجامع كنت لما تغضب كلياتهم يعني يخافون منك، هلأ بعد ما أجيت على الجامع صرت سهلاً مشترياً، سهلاً بائعاً، سهلاً قاضياً، سهلاً مقتضياً. أنت قبل الجامع كنت مالك مطيع لأبوك وأمك، وأصلاً كلام أمك كله غير مقبول عندك، وأمك مراراً ما أبكيتها عندما كنت تخرج من البيت. اليوم أنت بعد ما أتيت إلى المسجد أمك يعني تقول بأنك أفضل أولادها. كيف بدهم أهلك يلتزموا بالجامع؟ بدهم يشوفوك أنت أول شيء بدك تحسن إليهم، رقم اثنين بدهم يشوفوا منك تغير نحو الحالة الإيجابية، زوجتك بدها تشوف منك تغير نحو الحالة الإيجابية. بس بلا ريب يا أخوان بالمقابل يعني أنت عائلتك دائما أولاد العم وأولاد العمة وأولاد الخال وأولاد الخالة كلهم قاعدين مع بعضهم البعض، خليط مليط وضحك وسهر وشي بينحكى وشي ما بينحكى، هيك متعودين. هلأ أنت التزمت تغيرت، صرت لهم أنا بعتذر ما بقدر أكون بهالجلسة، أنا بقعد مع أولاد عمومي، بسلم على بنات عماتي وبسلم على بنات عمومي وبطمن على بنات إخوالي، بس بعدين خلاص أنا بقعد مع الرجال لي معهم شأن ولهم معي شأن. لازم هويتك تكون واضحة. أخي بس زعلوا مني، خير إن شاء الله، لا زعلوا هم الخطأ، على أنك يعني قدم ما عندك بلطف، ما تقدمه بعنف. مرات زوجته للواحد، جاءني مرة رجل يقول إن زوجته تشكو منه أنه ملتزم، أنه أنت ليش بتصلي كثير؟ أي خلاص يعني غيرك يوم الجمعة بيروح الجامع يا أخي، شو ضروري أنت بتروح الجمعة وبتروح التنين وبتروح السبت ولسه بتقلي عم تقرأ قرآن وما بتقرأ قرآن؟ أخي بلاهن هدوني، لا أنا هي هويتي، ولولا القرآن ولولا التزامي بالجامع بجوز كانت مرته شافت منه نجوم الظهر. فهلأ أنا لابد أن يعني ألتزم، بس مطلوب إلي أن أؤثر في من حولي. هلأ بإحسانك إلى أهلك، بملاحظتك أنك تتمثل الإسلام أنت في شخصك، بالدعاء لهم إن شاء الله إن شاء الله الله بيهدي قلوبهم. أنت إذا أبوك بعيد عن درب الله أنت لازم تجهد وتجتهد أن يسلك أبوك درب الله عز وجل. والله في واحد من الأخوة ملتزم معنا، لما التزم بعد حين انتبه بأن أباه بعيد 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 جدا، قال لي وأبي طاعن في السن، لا زال هيك يتحدث مع أبيه، هو مرضي وبار وحيد هو لأبيه، ما زال يتحدث مع أبيه، يحدث أباه، يدعو لأبيه، الأب لا يستجيب. يسمع شيء من مقاطع دروس، يفتح التلفزيون على أقنية فضائية فيها دروس، الأب ما يستجيب. قال لي كان عندي مشكلة إنه أبي حاطت مصاري بالبنك الربوي وبياخذ الفوائد، وعندي مشكلة بأن أبي لا يصلي. قال لي بس أبي إيجابي مع الناس، طيب مع الناس، بس هيك لا بيصلي على الإطلاق. قال لي بس صار عمره 70 سنة، ثم مريضة أصيب بالسرطان الأب، نسأل الله السلامة لنا ولكم. هلأ الابن عم بيشوف بأن أباه يعني يذهب نحو نهاية حياته، بس الأب لا بيصلي وماله ربوي. قال لي أبي كتب لي وكالة عامة، أنا بقدر أسحب الآن المصاري من البنك، بس هدون بيرفعوا عنه لأبي يعني مذمة وإثم وضع المال بالبنك الربوي وأخذ الفوائد. قلت له لا، لأنه بدنية الشغل. قلت له رجع يعني خليك هيك قريب من أبيك، تودد له، تحبب له، جيب له دروس، جيب له مقاطع، جيب له كتاب أبوه على الثقافة. يعني مرة والله يا أخوان هون إجا على الجامع، يا لطيف وكأنه يعني في عرسه، شباب قال لي الحمد لله الحمد، أبي قال لي قيم المصاري من البنك الربوي. فرحان الولد أنه الحمد لله أنه خلص الأب من مال الربا. قال لي بي علي شغلة الصلاة، ما بيصلي. قلت له طيب خليك مستمر يعني معه بالدعاء وبالحسنة وبالملاطفة، وصلي قدامه وأنت وأمك صلوا قدامه. الحمد لله الحمد لله بعد حين قال لي بفضل الله صار على سرير المرض هو. قال لي بس بدأ أبي يصلي على سرير المرض ثم توفاه الله تعالى. هلأ كل واحد عليه رحمة الله وعلى سائر من فقدنا من آباء وأرحام،
يا أخوان كل واحد بيناتنا أنا لازم أكون مسؤول عن أبي، مسؤول عن أمي، مسؤول عن أخي، مسؤول عن أختي، مسؤول عن زوجتي، مسؤول عن أولادي. أنت لازم تكون مسؤول. الإسلام ما بيترك المسلم هيك. المسلم ما إن ينضبط بأمر الله بيصير فاعل، بيصير بده يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حمل هم ومسؤولية إيصال الإسلام إلى كل الدنيا بصدقه صلى الله عليه وسلم، بدأبه صلى الله عليه وسلم، بانضباطه بأمر الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن صرنا 1.5 مليار مسلم. والله يا أخوان لولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لولا القرآن الكريم، شو نحن؟ نحن لا شيء. هلأ أنت مسؤول عن من حولك، بعدين هدول رفقاتك كمان أنت مسؤول عنهم. لكن نحن الآن نتكلم عن آل عمران، أهل سيدنا عيسى، جد سيدنا عيسى، أسرة عمران المؤلفة من الزوج والزوجة والبنت ولاحقا جاء الحفيد. هذه أسرة صالحة، وستتحدث عنها آيات القرآن الكريم، ولصلاحها جعلها الله تعالى عنوان سورة في القرآن الكريم. هلأ بالقرآن الكريم في قصص عن أسر ما لا خيرة، في إنسان خير بس ما مشي الحال مع من حوله، دعا من حوله بس ما ردوا عليه. سيدنا نوح حكى مع ابنه، حكى مع ابنه ما استجاب، بقي مع الكافرين، بس خلاص سيدنا نوح دعا ولده. سيدنا لوط دعا زوجته، زوجته ما استجابت له. ستنا آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، دعت فرعون ما رد عليها. يعني في أسر ما مشي الحال، هو بذل جهده الطرف بس ما مشي الحال. سيدنا إبراهيم حكى مع أبو آزر، وقيل مع هذا عمه بيكون، كمان ما استجاب له. في أسر ما نجحت، بس المهم المؤمن أدى ما عليه وبذل وكرر وأعاد، لأنه بالمقابل في أسر نجحت. سيدنا إبراهيم الله بعث له ابن إسماعيل، وإبراهيم أبو الأنبياء وإسماعيل نبي من الأنبياء، ثم جاء من ذريته إسحاق، وجاء أخو إسحاق، وبعدين جاء يعقوب، ذرية كلها صالحة. فأنت ما عليك إلا أن تبذل وأن تجتهد. وما أجمل يا أخوان يصير هيك كل أسرنا أسر خيرة، أسر مؤمنة، أسر منضبطة بالشرع حقا مو بالاسم. هلا إحنا الحمد لله مسلمين، والحمد لله بشهر المولد يصير بنقول يلا بدنا نساوي لنا مولد، وزعونا ملبس أخي. هلا منيح هذا الشغلة، بس هذه شغلة بسيطة. نحن بدنا نحكم شرع الله في علاقاتنا الأسرية. لما بناتنا بدهم يشتروا أواعي للعيد، بدهم يشتروا أواعي للعيد تتوافق مع الشريعة الإسلامية. أما ما بيشي الحال أنا بصلي بس لما بدي أشتري أواعي عيد بدي أشتري بنطرون جينز، وبدي أشتري والله كنزة ملاصقة على البدن، بس والله أنا بحب الله والنبي. طيب يا أختي بتحبي الله والنبي بس كملي، يعني حب الله والنبي بده اتباع. فالسورة تتحدث عن آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. كتب المفسرون في فضائل سورة آل عمران: خرج الإمام مسلم عن النواس ابن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. بكرة إن شاء الله الله يجعلنا من هؤلاء. يوم القيامة الشمس مقتربة من الرؤوس، يحدث ما يحدث في هذه الأرض، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، من أهل القرآن الذين كانوا يعملون به. يقرأ آية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول، حاضر يا رب سأوفي بالعقل. بيقرأ: أقيموا الصلاة، حاضر يا رب. بيقرأ: والفجر وليال عشر، حاضر يا رب أنا سأستغل هذه الليالي العشر والأيام العشر في الطاعات. بيقرأ: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حاضر يا رب أنا ما حبدفع رشاوة من أجل أن أخذ مال أخي بالباطل. بيقرأ: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حاضر يا رب. بيقرأ: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حاضر يا رب. هذا من أهل القرآن، شو بده يصير له؟ قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به.
أول شيء تقدمه، أول شيء بيمشي قدامكم هيك سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان. شايف الشمس مقتربة من الرؤوس، بس أهل القرآن الذين كانوا يعملون به هيك في غمامة فوق، غمامتين هنا. أو ظلتان سوداوان، من كتر مو كثيف الغيم تبعه وقريب من الرؤوس، الظلة قريبة من الرؤوس كأن سودة داكنة محملة بندى الأمطار. بينهما شرق، يعني مشان ما يصير عتمة بس بيمرق هيك ضوء أنت شايف أمامك. أو كأنهما حزقان من طير صواف، يعني جماعتان وفرقان من طير صواف هيك صفين فوق منك كأنه الغمامة يعني بالنتيجة، تحاجان عن صاحبهما. بكرة بيجوا بدون يسألوك بيقوم هذا من جماعة سورة البقرة، هذا من جماعة سورة آل عمران، هذا من جماعة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا من جماعة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس، هذا كان يهتدي بهدي القرآن، هذا كان يهتدي بهدي آيات الله تعالى، لذلك محمي. نعم، تحاجان عن صاحبهما. وذكر أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والتي في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. قال العلماء لماذا سمى سورة البقرة وسورة آل عمران بالزهراوين؟ قال معنى الزهراوين يعني النيرتين، تنيران لصاحبهما طريقه في الدنيا وطريقه في الآخرة. لذلك يا أخوان جهزوا نفسكم، بدنا نحكي عن سورة آل عمران ولماذا أعطيت هذه المنزلة، كما سبق عن سورة البقرة محورها كاملا أن هذا الكتاب كتاب هداية، حنشوف أن سورة آل عمران كلها كمان تقوم على هذا الأمر. فما دمت أنت تهتدي بالقرآن الكريم وتمشي وراء القرآن الكريم وتجعل محور حياتك القرآن الكريم وترجع في سرورك وفي خصومتك إلى القرآن الكريم، ما تخاف، أنت في عناية الله تعالى وفي رحمته وفي نوره وفي ظلته في الدنيا، ومثل ذلك قل في الآخرة. واطنوا أنفسكم يا شباب ما دمتم في أول حياتكم، ويا رجال ويا أيتها الأخوات والنساء، أن نجعل القرآن الكريم عيوننا عليه، بحيث إذا قال لنا افعلوا فعلنا، وإذا قال لنا اتركوا تركنا، ولو زعل من وراءنا، ولا بد أن يزعلوا. هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما في ناس زعلوا منه، ما في ناس خاصموا، ما في ناس عادوا، فقط لأنه يريد أن يمشي في درب القرآن الكريم. أنا سأمشي في طريق الخير وسأنشر كلمة الخير بالحكمة واللطف، لكن إذا إجا واحد ما هو لا يحب الخير، لا يحب الشر، لا يحب الانضباط بالشريعة، فليحمل مسؤوليته هو، وإن عاداني تعود عداوته على نفسي. سنبدأ إن شاء الله تعالى بالدرس القادم حديثا عن تفسير مطلع هذه السورة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله.